يعني اجتماع ومجهود من الحكومة المصرية، ولكن الواقع على الأرض دكتور سيد مختلف. أسعار كتير زادت، التضخم ممكن يكون قل، لكن ما زال المواطن المصري يعاني من ارتفاعات في الأسعار. إيه رأيك في الكلام ده؟ أكيد طبعا هي مشكلة انخفاض الأسعار هي مشكلة مهمة جدا، ونحتاج الفترة المقبلة لمزيد من الرقابة الصارمة. احنا في الحقيقة بنفقد الرقابة على أداء الأسواق بشكل كبير جدا. احنا في الشعود عندنا عملية التسعير العشوائي أنا بشوفها هي اللي مسيطرة. حدث ولا حرج يا دكتور سيد، حدث ولا حرج. هي دي اللي احنا محتاجينها، ضغط الأسواق. لو احنا فعلا بدأ يبقى في رقابة صارمة على الأسواق وفي ضغط حقيقي من الدولة، أعتقد أن معدل التضخم هيتراجع بنسبة كبيرة جدا. أكتر بالضبط، وهيكون في انخفاض ملموس على ارض الواقع، لان احنا الاسعار اللي بترتفع بترجع تاني تنخفض يوم او اثنين وترجع تاني في عمليه الارتفاع. وده بسبب غياب الرقابه من العديد من الهيئات، يعني خلينا نقول وزاره التموين، حمايه المستهلك، لازم يكون ليه دور حقيقي على ارض الواقع خلال الفتره المقبله. ايوه. خليني اقول لحضرتك بقى سبب من الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى تراجع التضخم خلال الفتره الاخيره، هو عملية الاستمرار في إجراءات الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية. أنا بشوف إن ده جزء أساسي من انخفاض معدل التضخم، هي عملية عدم توقف الاستيراد لمستلزمات الإنتاج. إحنا محتاجين إن إحنا نزود الإنتاج الفترة اللي جاية علشان نساهم بشكل كبير جدا في انخفاض الأسعار اللي هو بيهم المواطن بشكل عام. وده احنا محتاجين عمليه استمرار اكتر، يعني احنا الدوله بتعمل مبادرات كويسه جدا وفي جهود من الحكومه بشكل كامل، ولكن في ناس بتضيع المجهود اللي بتعمل. ايوه الله ينور على حضرتك، في ناس بتضيع. عايزين نعرف مين الناس اللي بتضيع دي. شوف يا استاذ، احنا عندنا فجوه كبيره جدا بين القرارات السياديه العليا وبين المنفذون على ارض الواقع. الناس اللي بتنفذ وتنزل في الشارع هم دول اللي محتاجين ان احنا يكون عليهم رقابه، ينزل يشتغل ويشوف الاسعار في كل المراكز، رؤساء المدن والاحياء والتموين والصحه وجهات حمايه المستهلك. لازم يكون في اليات وادوات مهمه جدا علشان ان احنا نقول للمواطن فعلا ان احنا بنساهم بشكل كبير جدا في الرقابه على السلع الغذائيه والسلع الاستراتيجيه بشكل كبير جدا. صحيح. علشان يكون هناك انخفاض ويكون هناك عدم اضافه اي التزامات او اعباء اضافيه على المواطن خلال المرحله المقبله. صحيح يا دكتور سيد. تتوقع دكتور سيد بخبرتك الارتفاع الطفيف اللي شهده الدولار بالامس، النهارده اخباره ايه؟ وهل ارتفع تاني ولا مستقر ولا هينزل؟ خلينا اقول لحضرتك طبعا احنا كان في عندنا اجازه طويله جدا الفتره الاخيره، وده اعتقد يعني ارتفاع مؤقت بسبب زياده الطلب على الدولار، واعتقد سيكون هناك انخفاض كبير الفتره اللي جايه. احنا عندنا طبعا الاتحاد الاوروبي هيكون له دور مهم جدا في التدفق في العمله، وعندنا مؤتمر الاستثمار الاوروبي اللي هينعقد قريبا. يعني اعتقد ان المؤتمر ده هيكون ثقه كبيره جدا السبت الجاي يوم 30 و 29 6 ان شاء الله. تمام. اعتقد ان ده هيكون ليه دور مهم جدا وانعكاس ايجابي على تحسن سعر الصرف، وفكره برضه استقرار سعر الصرف بتساهم بشكل كبير جدا في انخفاض معدل التضخم الفتره المقبله باذن الله. تمام دكتور سيد. اخيرا اهالينا اللي بيسمعونا دلوقتي وبيهمهم في الاخر ان هم بينزلوا، اللي هم يعني قرايبنا واصحابنا واهالينا وبيوتنا كلها، يهمه لما ينزل يجيب حاجه يجيبها بسعر كويس، تنصحوا بايه كسلوكيات من خبير اقتصادي؟ يعمل ايه المواطن عشان ياخد الحاجه بسعر كويس وعشان التاجر ما يستغلهوش؟ يعني لو نقدر نساعد الناس. بالتاكيد طبعا المواطن عليه دور والدوله عليها دور، المواطن عليه دور مهم جدا في عمليه ثقافه الشراء، وده جزء مهم جدا مصر بتختلف فيه عن الدول الاخرى في زياده الشراء والاتجاه الى التخزين بشكل كبير جدا. يعني شوف برغم ارتفاع الاسعار ولكن هناك بعض المواطنين بتشتري مستلزمات كتير جدا وتخزنها. لا انا اشتري على قد احتياجاتي اليوميه، اعتقد ان ده هيساهم في تخفيض الطلب على السلع الغذائيه، وبالتالي هيكون هناك انخفاض نسبي الفتره المقبله. يعني احنا بنشوف في الخليج بيشتري احتياجاته اليوميه او احتياجات يوم فقط، لا احنا هنا في مصر بنشتري ممكن احتياجات اسبوع، احتياجات 15 يوم من شهر. فده برضو لربات البيوت اللي هي لازم يكون عندها تدابير في عمليه الشراء بشكل كبير جدا، واعتقد ده برضو هيكون دور مهم جدا. كمان فكره الابلاغ برضو لازم المواطن يكون ايجابي في الابلاغ عن المحلات اللي بتبيع او بتستغل المواطن بشكل كبير جدا
في التربح الهائل، وده شفناه خلال المرحله الاخيره. ايوه، وخليني اكد على كلامك يا دكتور سيد، انا بشوف بعناية بعض المواطنين احيانا بشتري حاجه من محل انا مضطر ان انا اشتريها منه، حاجه صغيره انا عارف ان سعرها غالي، الاقي ناس جايبه من نفس المحل ده حاجات كبير. طب انت ايه اللي يعني انت سلوكك ده، هم مش كتير اللي بيعملوا كده، بس الاقي ساحب مثلا 20 ازازه زيت في حين ان لو راح لمحل تاني هجيبه مرخص. فاحيانا سلوكيات بعض المواطنين تضر المواطنين الاخرين، تتفق معايا في كده؟ اكيد طبعا. شوف حضرتك السلوكيات دي بتزود الطلب على السلع، فبالتالي التاجر بيستغل فكره زياده الطلب ويتجه الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير. تمام تمام. في النهايه الرقابه مهمه جدا على اداء الاسواق. الرقابه والناس المسؤولين ينزلوا بقى، يبقى ايديهم يعني قريبه من السوق. شكرا لحضرتك استاذ دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي.